كاين مسكين طلبوا لي العمليه ب 300 مليون، كاين مسكين طلبوا لي العمليه ب 300 مليون، و 300 مليون قاصحه بزاف، و 300 مليون قاصحه بزاف، تعذب بزاف بزاف بزاف, بزاف. خويا سامر خويا الاعضاء ديالو تنخوا كلهم، قال ربما ديك البرا اللي دق دارته، ولكن مسكين المرض، المرض هو اللي دار لي الجسد ديالو واللي محنو مسكين بزاف، وكيتسامح مسكين مع كل شيء. قال الوالده ديالي قال لها سمحي لي بزاف وتهلاو، كيتوصي على الاب ديالي تهلاو في الاب تهلاو فيه. هو مسكين عارف راسو غيتوفى تقريبا 3 سنين ونص، قريب يكمل 4 سنين، كيقول له ان الترابس قبل عليا، قبل عليا التراب صافي. ديما يعيط للناس ديال الصحافه وكيساندوه وكيجيو ويصوروا منهم، انت الاول الله يخلف عليك جيتي عنده في نص الليل رغم ان الدراجه ديالك ربما كانت اون بان. الله يخلف عليك اخويا، ما يمشي منك باس اخويا، يمشي منك باس. قبل من يتوفى كيفاش كانت الظروف ديالو؟ عانى مسكين، مشاو لي الرئتين ديالو من 2019 قبل كوفيد، وخويا عيان بزاف، وساعدوه الناس ديال الجاليه المغربيه خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، كلشي ساعدو الحمد لله. ولكن مسكين طلبوا لي العمليه ب 300 مليون، و 300 مليون قاصحه بزاف، ما كاينش البديل. قال لك خصو يبدل الرئتين خارج ارض الوطن 300 مليون، ما كاينش اللي يعطيها لينا الغالب الله سبحانه وتعالى. ناشدنا الناس وساعدوه، الله يخلف عليهم، الله يخلف على اي واحد. ولكن خويا بقى كيعاني وعانات مع الام ديالي بزاف مسكينه، سهرات مع الليل ما كينعش خويا، كيتعذب وكيتقطع مسكين، كيقول غادي نموت. ايوا الحمد لله عنده مسكين جوج وليدات، عنده بنيه وعنده وليد، راه الولد ما جاش ما في خباروش، هو مسكين نفسه خايبه وتزاد المرض، زاد ألمو كثر وديما في السبيطار. في الاول ما نكذبش عليك، في الاول ما قبلوش لينا، جلس غير واحد 9 ايام وخرج، ومن بعد بقينا مره كنديو كلينيكات ما خلينا بجرينا به. المهم الفلوس كتقاضى، ولكن هو مسكين عارف راسو غيتوفى تقريبا 3 سنين ونص، قريب يكمل 4 سنين، كيقول له ان الترابس قبل عليا، قبل عليا التراب صافي. ديما يعيط للناس ديال الصحافه وكيساندوه وكيجيو ويصوروا منهم، انت الاول الله يخلف عليك جيتي عنده في نص الليل رغم ان الدراجه ديالك ربما كانت اون بان. الله يخلف عليك اخويا، والدراري ديال شوف تي في كلهم وكاع الصحافه كلها كنشكرها من الكبير حتى الصغير. وهو مسكين كان كيتعذب وتعذب بزاف، هو عزيز والله عز منه، ما سخيناش به، ولكن الله سبحانه وتعالى هادشي اللي بغانينا، ما عندنا ما نديرو. تعذب خويا بزاف، يمشي منك باس، تعذب سامر خويا، كان فيه النفس ما كيرضاش، ما يرضاش بشي حد اللي زعما يقول لي انت هادي وبنته عزيزه عليه مسكين، ولو اللي عنده مسكين يقول لك شري ليها عطيها، تهلاي ليا تهلاي ليا فيهم وهادي. وكيطلب مسكين المسامحه من كل شيء، من الكبير والصغير، بالاخص الام ديالي في اخر لحظه، وكيقول لها تهلاي في الاب ديالي، تهلاي فيه بزاف. با مسكين قال لك كون غير مت انا خاتني الموت انا وما يمشيش ليا هوايا، ولكن ما عندنا ما نديرو. تعذب خويا مزيان، تعذب بزاف 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 خويا سامر خويا، هو عزيز والله عز منه، ما نكذبش عليك انا واخا ما شتوش، ما نكذبش عليك ما شتوش اخر لحظه ما شتوش، وما نكذبش عليك في القلب ديالي لداخل واحد الاحساس. البارح انا جالسه وكنحس بشي حاجه سخنقتني، وجا دق عليا خويا قال لي سامر الله يرحمه مات، حسيت بشي حاجه غتكون. هو كيقول الوالده هالبحر، قال لها البحر عامر، كتقول ليه الوالده كيفاش البحر عامر، كيقول لها راه لامور غادي يمشي لي مسكين، كتقول لي ما كاينش البحر، كيقول لها البحر قدامي، قال لها جيبوا لي الزهر وجيبوا لي المسك غطيوني به باش تكون فيه رائحه طيبه، وكيبغي الناس وبغي الخير لكل شيء مسكين. كانت نفسه خايبه ما يرضاش، كيتم جايا وسامير حيدهم الطريق، الهيبه ديالو ما نعاودش خويا كلشي كيعرفو، ما كاينش ما كيعرفوش. ولكن مسكين داك النفس ديالو قتلات، وباقي غير صغير، مواليد 87 باقي غير صغير، هو الاخ الصغير ديالنا، ها هما الاخوان ديالي نيت الاخرين هما جايين. زاد عليه مسكين الحال بزاف، صافي انتفخ ولا عنده واحد الانتفاخ، وداك الانتفاخ ادى باش الماء باش يحيدوا ليه، ولا عنده الامعاء ما بقاش كيعاني غير من الرئتين، ولاو الامعاء مسكين مشاو ليه، وتنفخ مسكين الشيء تقول غير صحيح كما عاودوا لي انا ما شتوش ما نكذبش عليك. قال لك مسكين تنفخ الاعضاء ديالو تنفخوا كلهم، قال ربما ديك البرا اللي دق دارته، ولكن مسكين المرض، المرض هو اللي دار ليه الجسد ديالو ولي محنو مسكين بزاف، وكيتسامح مسكين مع كل شيء. قال الوالده ديالي قال لها سمحي لي بزاف وتهلاو، كيتوصي على الاب ديالي تهلاو في الاب تهلاو فيه تهلاو فيه، وتليفون يعطيه لخوتي ما تعطيه لتا واحد، تا مسكين اخر لحظه والتليفون ديالو قال لهم عطيوه للدريات خوتي، والحمد لله مسكين. ها هو الاب ديالي، ها هو رساله رسالة المغاربه كلهم
اللي كيعرف خويا واللي ما كيعرفوش خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن يدعي معاه بالرحمه. راه سمير معروف، ربما تقريبا العالم كامل عرفه، الناس ساندتو، كنشكرهم كاع الناس اللي ساندت لي خويا، كنطلب غير بالدعوه، كنشكر الناس كاملين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن اللي دعوا لي مع خويا واللي وقفوا مع خويا وساندوه ولو بالقليل. ساندوه الناس وبالدعاء يدعوا معاه دابا، الله يخلف عليهم والله يعشر خطواتهم. الا كيشوفوني عيشوفوني في هذا الفيديو يترحموا لي على الاخ ديالي بالمغفره، والله يثبتوا على السؤال، الله يثبتوا على السؤال الاخ ديالي، الله يثبتوا على السؤال، الله يثبتوا. مسكين كيشاهد كل لحظه، كيشاهد مني طاح خويا مسكين، هو مسكين الشهاده في فمه. وهادشي اللي غنقول لك، هادشي اللي كنشكروك اخويا انت بزاف، وبقى كيعيط لك مسكين وكيتصل بك وجيتي، رغم انني نعاود نكرر الكلام، والدراجه الناريه ديالك خسرات لك وكاك وتعذبتي ربما ساكن بعيد وساندتي وجيتي عدو. الله يرحم لك الوالدين، الله يجعل لك في الميزان المقبول الاخ ديالي، الله يجعلك في الميزان المقبول. نمشي معاك باش اخويا، نمشي معاك باش خويا. الاخ ديالي داز في ظروف اللي متدهوره جدا، وما يعني اللي خلات ان الحاله ديالو تدهور باش ان تثبت له بالوفاه. كان كيعاني قبل وما لقاش اللي يوقف معاه حتى يدير العمليه، والحمد لله على كل حال. يعني الاقدار والسنه الحياتيه هذه لله ما عطاو، لله ما اخذ. كان هو عنده مشكل ديال الرئتين كيف ما ديجا كتعرف اخويا انس، وكان خصو يدير عمليه اوبيراسيون خارج المغرب، وهذه العمليه اللي كتطلب شويه المبلغ طالع شويه، دونك ما باستطاعتناش، ما استطاعش الوالدين ديالو باش انه يديروها ليه. صافي بقينا كنديوه الانعاش، كنجيبوه كيشدوه لينا غير شويه كنجيبوه للدار، كدايرين ليه اباري اوكسيجين، عنده تريتمون ديال الدواء، داك الدواء كامل ما دار معاه حتى شي حاجه، حتى داك التريتمون اللي كان كياخذ ما دار معاه حتى شي حاجه. يعني السيد خاصو زرع الرئتين. صافي كنديوه، ملي كنديوه للسبيطار كيقول لك هذا السيد هذا راه ما عنده حتى شي دواء، يعني خاصو عمليه، يعني واخا نخرجوا ليه التريتمون ولا هذا راه ما غاديش تكون بدون جدوى. صافي من بعد كنهزوه كنديوه لا كلينيك، كينعس عارف المصاريف ديال لا كلينيك شويه قاصحه، وبالنسبه الاسره ديالو هذا كينعس شهر شهرين. من بعد كنجيبوه للدار، مؤخرا تدهورت الحاله ديالو بزاف، بما انه كيدير واحد لاباري هذيك ديال الاكسجين اللي كتنتج ليه على داك الماء اللي عمر ليه هذوك، كيعمروا ليه هذوك لي بومو ديالو، ولا عنده اعراض اخرى ديال مشاو ليه، مشات بحال تقاس ليه الكبده بحال، يعني ما بقاش عنده يعني غير هذاك المشكل ديال الرئتين، ولا هذاك الدواء اللي كياخذ يعني كثرت الدوايات اثروا لي على حوايج اخرين، يعني اثروا لي على بحال تقاس لي الكبده، يعني ما بقاش الحنجره ديالو حتى هي ما بقاش كيقدر ياكل، يعني الا بغينا نعطيه شي حاجه كتعطيه غير عصير بلا باي ولا شي حاجه بحال هكا، اللي شي سائل اللي غادي يقدر يدوز ليه، ومع ذلك ما كي حتى شي حاجه ما نفعت معاه صراحه. ومؤخرا زينا الانعاش، مشى تقريبا جلس واحد 30 يوم في انعاش، من بعد حولناه صافي، ولا مسكين ولا كيدوز بواحد الماء، داك الماء كل نهار كيحيدوا ليه الطبه وداك الشيء، صافي تحس براسو بانه غادي يموت، ويقول لك انا ما كرهتش نبقى عايش، ويا ريت كون لقيت شي محسن اللي غادي يهزني، يا ريت الاطباء كون التفتوا ليا. يعني كنا حنا كنا كنعانيو معاه، كنديو غير الامبيلونس باش كنا كنديو راه واحد 1500 درهم باش كديه وتجيبو، ودي فوا ما كيشدوش من عندنا، يعني كيمشيو كيديروا ليه بحال غير الاكسجين، دي فوا كيديروا لي غير الاكسجين، وهذاك الاكسجين راه عندنا حنايا في الدار، يعني بدون جدوى، يعني المصاريف شويه غاليه، ومع ذلك حنا كنقولوا يا ريت، واخا داك المصاريف ما كتبان لك حتى شي حاجه يعني مقارنه مع الصحه ديالو، كنقولوا يعني نبيعوا الوالد راه باعت اللي قدامه واللي وراه، حنا كنقولوا اللي عندنا غادي نعطيه باش انه يتعالج، وباش انه يعني غير وقف على رجليه، يا ريت وكانت شي حاجه يعني باستطاعتنا اننا نديروها ونديروها وما درناهاش. يعني اش غادي نقول لك اخويا، الله يرحمه الله يوسع عليه، وهو راه المغاربة كاملين كيعرفوه، راه داز في المنابر الإعلانية، وانت خويا أنس راه بالذات راه كنتي شحال من مرة جيتي عنده، وجاو عنده صحافة آخرين وداكشي، وديما كان كيطلب من المغاربة أنه يجيب ليه الشفاء، واليوم سمير
نيابة على سمير كنناشد المغاربة كاملين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن أنه يرحموا عليه ويدعوا معاه ويربي يثبتوا عند السؤال حقاش هو كان كيبغي الناس كاملين وكان كيفرح مني كان كيجي شي محسن يطلع عليه ولا كان كيجي شي واحد يشوفه وكيطلب ولو بأن غير بدعوة ولو بأن غير غير بالدعاء. احنا ما كنا كنطلبوا حتى شي حاجه ماديه الحمد لله. الانسان كنا عايشين ما على قد الحال يعني يلا مكافين مع الدواء ديالو مكافين مع ليكوش راك عارف المصاريف. الانسان الا طاح 3 سنين ونص راه ماشي هي الا طاح غير شهر ولا شهرين وهذا. مع ذلك كنقول الحمد لله كون ريس كون غير بقى لينا يعني اي حاجه يعني نبقاو غير كنشوفوا. هو كان كيطلب حاجه وحده انه غير يتنفس كيقول لك انا يا ريس كون بقيت غير كنتنفس نورمال بحالي بحالكم. هذا هو المشكل اللي كان عنده. الحمد لله هو عزيز وربي عز وجل عز منه الحمد لله وكناشد المغاربة وبأنهم يترحموا عليه وحنا يا خرجنا في هذا اللايف غير باش المغاربة يترحموا عليه. وراه ديجا كتعرفوه اللي ما كيعرفوش راه غيشوف لا فيديو ديالو. وكنشكر المغاربة كاملين اللي غيترحموا عليه وكنشكر الصحافة والمنابر الإعلانية اللي ديجا كانت كتجي وكانوا كيوقفوا معاه في كيساندوه في المحنة ديالو. إن فوا كان شحال مرة كان كيتوقف كان كيعيط ليهم ساكن كيجي وكيبغيو أن يوصلوا الصوت ديالو شي محسن. والحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. وكنشكر الأخ أنس اللي حاليا راه كيواسينا في العزاء وشكرا للمغاربة كاملين والله يشافي اللي مريض والله يرحم اللي توفى والله يجيب الشفاء للجميع. شكرا. مشى معك بس اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله. اخ ديالي كان مؤخرا ديك لاباري ديال الاكسجين كما عاودت لك اختي المعاناه ديالو. ديك لاباري ديال الاكسجين كتخدم بالماء هذاك الماء تبخر ليه في الدات ديالو مسكين ولا تنفخ مني تنفخ بزاف يعني مسكين تزير جاتو كخيز. هزيناه الموريزكو وهادي جلس في لاغياني ماسو شي 30 يوم. المهم الحمد لله مؤخرا نحط طبيبه في 23 الله يثبت اجرها. كنشكرها من هاد المنبر بزاف نقداتو مسكينه حيدت لي داك الماء شي جوج مرات هي كتحيدو لي في داك الماء تتفش شويه. ولكن مسكين الحاله ديال الظهورات بزاف كتدخل الموت خويا. كان ولا كيقول 3 سنين مسكين هو طريح الفراش ولا كيقول في الاخر يا ربي قبل لي غير التراب. الله يرحمك اخويا الله يرحمك ويسالك تبتك هذا السؤال يا ربي لا اله الا الله. المؤمن مصاب هو ابتلاه الله والله يجعل له مغفره الذنوب. ان لله وانا اليه راجعون. كنتمنى من جميع المشاهدين والمغاربه يدعيوا لي بالرحمه والمغفره يا ربي ترحموا تبتوا على السؤال. ودعوة الغائب راه مستجابة. كنتمنى من المغاربة يدعوا معاه بالرحمة والمغفرة. هادشي اللي كنتمنى. شكرا لكم اخويا على المساندة ديالكم على المجيء ديالكم في المساندة ديالكم في العزو. شكرا بزاف الله يسهل عليكم. سبسان قاد الناس أخيرا ولدي عذاب وراحة الله يغفرنا ولي الله يتبك يتبتع الشهادة والسقة لولدي الله يتبك يتبتع الشهادة والسقة الله يرحم جميع المسلمين كافة الله يرحم والدنا ولدي جميع المسلمين الله يرحم الصغيرة الله يرحم الصغيرة انا راضي عليه الدنيا وحده الله يغفر لنا الحمد لله الله احسن من الله الله عزنا وعزيز الله عزنا. اول حاجه البركه في راسك اول حاجه مش معك في راسك الحمد لله انا راضي عليه سبسان قاد الناس اخيرا ولدي عذاب وراحه الله يغفرنا ولي الله يتبك يتبتع الشهاده والسقه لولدي الله يتبك يتبتع الشهاده والسقه الله يرحم جميع المسلمين كافه الله يرحم والدنا ولدي جميع المسلمين الله يرحم الصغيرة الله يرحم انا راضي عليه الدنيا وحده الله يغفر لنا الله يغفر لنا الحمد لله الله احسن من الله الله.